هلا في عمل في 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 سال محاضرتين تمام. هلا راح يكون معنا سامر زميل سامر بركات صيدلاني في مدينة موشن جلادباخ. راح يكون معنا اليوم بموضوع الأبوتيكا فيرتريتو تمام. تعريف سريع عن الفيرتريتونج اللي هو عبارة عن الصيدلاني البديل أو الصيدلاني الناهض. الشغلة بتوقع شوي جديدة علينا كسوريين كونه ما أنا موجودة بسوريا. سوريا اللي يكون عنده صيدلية ممكن يطلب من جاره يقعد بالصيدلية شوي إذا راح يشتري شغلة أو كذا. بس هون بألمانيا لا، طبعا الموضوع مختلف كلكم بتعرفوا، وجزء كبير مننا عم يشتغل فيرتريتونج. السؤال اللي كملت بس سؤالي العنوان اللي اخترته للمحاضرة هو انه كيف اتأقلم لمدة يوم مع التيم اللي بدي روح اشتغل بالصيدلية، اللي يعني مع التيم الموجود بالصيدلية. فالفكرة يعني بحد ذاته السؤال اشكالي، انه كيف انا بدي اتأقلم ولمدة يوم واحد. مجرد كلمة تأقلم هو عبارة عن يعني كلمة التأقلم بحد ذاتها مرتبطة بالوقت، فمن الصعب جدا إنه الواحد يتأقلم لمدة يوم. بس خلينا نفرض إنه هالشيء صحيح. كيف خطرت ببالي الفكرة؟ كنت راجع من أحد الفيرتريتونج، اتصل في عمار عم بيقول لي بدنا منك محاضرة عن الفيرتريتونج، شو بتقترح العنوان؟ قلت له والله كنت وقتها متقاتل مع زبينة وهايكة وراجع على البيت. فقلت له والله التأقلم لمدة يوم. قال لي كويس كثير، حضر لنا هيك شيء محاضرة. قلت له تكرم عينك، وهذا اللي صار. طيب هلا نبلش سلايدات شغال؟ شغال. شو المهم بموضوع الفيرتريتو؟ انا يعني باعتقادي الشخصي البونت لشكايت هي اهم شيء، الالتزام بالمواعيد، القدوم للصيدليه بيعطيك دافع كبير وبيعطيك حضور قوي يعني قدام التيم ككل، انه انت جاي قبل بعشر دقائق قبل خمس دقائق، وانك دخلت على الصيدليه جهزت حالك لبست الكتف تبعك يعني ضبطت امورك وبلشت بالشغل مباشره. فهذا الشيء يعني بيعطيهم انطباع كثير كويس انه انت ملتزم وجاي على وقتك وما لك متاخر وامورك كلها تمام تمام. كثير منا بيعرف انه والله البوكت الشكايت ما بتزبط احيانا، بجوز معنا كشرقيين وبجوز مع اي انسان. اليوم الصبح مثلا انا طالع من منشي جلادباخ الساعه 5 الصبح، النابي قال لي بتوصل الساعه 8، انا وصلت 9 هون لانه كان في شتاو كثير كبير. فهي الامور طيب شو بعمل انا لما يكون في شتاو؟ شو بدي اعمل؟ مباشره التليفون الصيدلي لازم يكون مسيف معي واتصل انهم يا جماعه انا كذا كذا راح اتاخر، يعني مو بايدي. في شغله نسيت احكيها بالبدايه، الفيرتريتونج يقسم لقسمين. الصيدليه اللي بتطلبك لتعمل فيرتريتونج محتاجيتك اما للابروباتسيون تبعك او على اساس هاوفا كرافت،
يعني بدهم واحد يشتغل، في صيدلاني بالصيدلية بس بدهم واحد يشتغل كمان، في ضغط يعني. إذا كان الاحتمال الأول إنه أنت رايح وأنت أبو بيرتا وأنت الوحيد، فلازم تحسب حسابك 100% إنك تفوت قبل، لأنه القانون بألمانيا بيمنع الصيدلية تفتح إذا ما فيها أبو بيرتا. الاحتمال الثاني بيكون أهون شوي، بس مع ذلك لازم تتصل وتقول إنه أنا في عندي مشكل تقني أو شو السبب يعني إنه بدي أتأخر. طبعاً في عنا النقطة الثانية اللي هي السوفت وير إركنا. بعض المواقع اللي بتشتغل بموضوع الفيرتريتهم، الشركات يعني الفيرميتلهم، بيكون في ليست موجودة عن كل صيدلية وشو السيستم الموجود فيها، فارماتيشنك، أفينتا، جامب إلى آخره، في كتير أنواع. وبعض الصيدليات تكون كاتبة إنه أنا بدي يكون في كيرتنس مسبقة بهالبرنامج، فأنت يعني بتشوف إذا أنت عارف هالبرنامج ومتأكد منه باخذ الموعد. مالك عارفان وما في داعي تحط عليك هيك موقف، لأنه أنت لما تدخل على الصيدلية وصير بدك واحد من الألفابيت يعلمك شو بدك تشتغل، راح يكون شوي مربك الموضوع. فالسوفت وير اركنن كثير مهمة، ومثل ما بتعرفوا هون بألمانيا في أكثر من 4 أو 5 أو أكثر حتى ما بعرف بالضبط، بس في كثير يعني سوفت وير بكل صيدلية. هاي نقطة كثير مهمة كمان، وطبعا بعض الصيدليات ما بتطلب هالشيء، بتقول لك تعال خلص مو مشكلة. يعني كل صيدلية شكل. كيف أنا بدي يعني هاي اللي حكينا عنها أول شيء. بالضبط. لما أكون مثلا في شغلة راحت عن بالي لأنه أنا بشتغل بأكثر من صيدلية مثلا، بعمل فرتيتو بأكثر من مكان، وراحت عن بالي شغلة بهالسوفت وير أو بهالسيستم، مو غلط إنه أسأل الزملاء. عادي جدا يعني، انا لو سمحت انه هاي الشغله انا رايحه عن بالي. دائما هم الالمان نفسهم بيقولوا ليبا فراغن، يعني لازم الواحد يسال، احسن الواحد يسال مشان ما يحط حاله بمواقف وترجع تعمل الفورغانج ريتورينيرن ومدري شو امور هاي الزملاء كلهم بيعرفوها. قبل ما ننهي حديثنا لسه معي وقت، بجوز في كثير قسم من الزملاء سأل سؤال إنه أنا عجبتني شغلة الفرتريتون وبدي أتخلى عن الشتيل الفيست شتيل تبعي، لونزش تستاهل الشغلة هيك ولا لا؟ فسمعت أكثر من إجابة وأكثر من زميل قالوا لي والله يعني كمان هاي تقسم لقسمين، في يعني فيها إيجابيات كثيرة وفيها سلبيات كتيرة. تحديد السلبيات اكثر واكبر بيرجع لك كل واحد حسب شو هو بيفكر، حسب هو شو طبيعته نفسيته، يعني بتلعب دور كبير. بدك تعرف حالك لما بدك تشتغل بس بريفات، يعني بس تشتغل انت بس فرتيتهم بدون فيستشتيلك، بدك تكون انت بريفات فيزيشن، بدك تدفع على كل شيء انت، ما في عندك كرانكين كاسة تدفع لك النص، عفوا الاربايت جيبر يدفع لك الكرانك كاسة النص وانت تدفع النص، هذا الشيء ما موجود، انت بدك تدفعه بنفسه. بده يكون في عندك علاقات مع الصيادله مع الانهابر، يعني يفضل مشان ما تضلك معتمد على الشركات اللي هي الفيرميتلو اللي بتامن لك رح بياخذوا منك كثير، يعني الصراحه ما بدنا نسمي اسماء. يفضل يكون يعني العلاقات الشخصيه تلعب دور كبير بهالمجال. آخر شيء عجبتني هالعبارة هاي from the sky is eine Sprache die taube rühren und die blinde lesen können، يعني اللطافة والتعامل الجيد مع الناس بيخلي الأصم يسمع والأعمى يقرأ. فكثير مهم نكون لطفاء بالتعامل مع التيم بأي صيدلية نشتغل فيها، وهذا شيء يعني من أخلاقنا ومن عاداتنا. شكرا كثير لكم. شكرا كبير لك سامر، الله يعطيك ألف عافية على المعلومات المفيدة والمحاضرة في البيت. هلا.